ماشي. توضيح صغير بس بعد اذنك يا احمد عشان في النقطه دي تحديدا يا فندم، يعني هي محدده تاخذ نصف التركه مبدئيا ولا حسب هي اضافت او كانت بتساعد ازاي، وبعدين ترث ميراثها الشرعي بقى حسب النسبه اللي المفروض ترث بيها طبعا حسب تمام. النصوص القرانيه وحسب الشريعه الاسلاميه بالظبط كده. الراجح عندنا انها تاخذ بقدر المشاركه، لانها ممكن ما تكونش ساهمت بشيء. يعني بمعنى اضرب مثل سريع وهقول لحضرتك الرأيين، بمعنى مثلا ان احنا بنشتغل، انا راتبي 20,000 وهي راتبها 10,000، فهنا اصبحت مفيش تكافؤ في، فاحنا بناخد الراتب احنا الاثنين ما عندناش صلعه، واللي بنوفر منه ونعمل جمعيات، واللي بنوفر منه وبنينا وعملنا وبقى عندنا، يبقى هنا ما تنفعش تاخد النصف لان السهم بتاعها ما يجيش النصف. تمام. الصوره الثانيه ان بعض المالكيه والمتأخرين من المالكية أفتوا أنها تأخذ النصف مطلقا، دي فتوى موجودة بس يعني مش هي اللي عليها الجمهور أو هي ما عليها الفتوى هنا العلماء. دي هي مجرد اجتهاد نعم من لا. بعض المالكية. طيب ده هيخلينا يعني فضيلة الشيخ نروح لي يعني حاجة تتواكب مع العصر الحالي. تمام. في العصر الحالي وفي زماننا هذا نجد يعني السيدات يخرجن إلى العمل ويساهمن أيضا مع أزواجهن في مصروفات يعني المنزل أو البيت تحديدا، هنا تبقى في أوراق مسجل فيها نسبة ما تدفعه المرأة في المنزل ولا تثبت حقها إزاي بشكل عام؟ لا هو حضرتك وارد ذلك، وارد يكون في وصية، وارد إن الزوجة هي اللي تتوفى الأول ويبقى الأشياء باسمها. يعني احنا محتاجين من هيئة كبار العلماء ومن الدولة إنها تتبنى هذه الفتوى وتبدأ تصيغها في سياق قانونية وصور افتراضية، لأن اعكس برضه إن الزوج كتب كل حاجة باسم زوجته هو اللي كان بيكد، يبقى برضه لها حق الكد والساعي. صحيح. لو توفت الزوجة ودي صور موجودة في الواقع له هو حق الكد والساعي. أيوة. يعني هب مثلا ثروته زوجتي ديت، خفت إن أنا أقول لها مثلا أنا حاسس إن أنا هموت قبلك وأنا عايز أأمنك، قال هكتب كل حاجة باسمي، جه حدث العكس فبقت أموالي كلها باسم الزوجة وهي لها ورثة آخرين برضو. فاحنا محتاجين من هيئة كبار العلماء ومن الدولة لما تتبناها تجيب كل الصور الافتراضية. صورة افتراضية أخرى إن احنا بنعمل وبنضع من الراتب وهكذا، ربما يكون الراتب بتاعها صغير ومقابل العمل هي بتودي أولادها الحضانة وتدفع لهم وكذا، فمرتبها مش مكفي الجزء اللي هي بتقتطعه من البيت، يبقى دي صورة ملهاش حد حق الكد والساعي، لأنها لو جلست في البيت وربت أولادها هتوفر للزوج. فعلشان كده مش عايزين ندخل في صور افتراضية كبيرة، ولكن خلينا أنا وحضراتكم نوجه دعوة للدولة ونوجه دعوة للأزهر الشريف ومجلس النواب في هيئة كبار العلماء إن هو يضع هذه الصور الافتراضية في صيغ قانون أو تشريع. قانون وتشريع يبقى ملزم. لكن الفقهاء قالوا قالوا يجوز ان الزوج يكتب للزوجة حقها او يكتب اقرار ويوثقه او يكتب وصية ويوثقها، وارد كل هذا، لكن ان لم يكتب الزوج فلابد ان يكون هناك تشريع ملزم. لو ان الزوجة اثبتت ذلك يبقى تأخذ حق الكد والسعاي، لان احنا عارفين برا في اوروبا مطلقا الزوجة تساهم أو لم تساهم. صحيح. فلها النصف، لها النصف في كل شيء، حتى في حالة الطلاق مش الوفاة. ما هو أيوه نعم في كل شيء، لكن عندنا في الشريعة الإسلامية لابد أن يتحقق التوازن وما تكونش القضية قضية مطلقة لها النصف، وإلا يبقى احنا خالفنا النصوص الشرعية.